السلام عليكم، ازول في اليوم مرحبا بيسونا لاشيني، ومرحبا بالناس اللي جاوا معايا جدد، ومرحبا بالقدماء في قناتي. اليوم نديروا هاد لاغو بلاستيك كيما الموديل اللي درناه البارحه، عاودوا شوفوا في لا بلاي ليست تاع دروس الخياطه تلقاو الموديل هذا بالنسبه لوحده كبيره. اليوم درتو غوب فور فيت، نسحقوا هاد الالاستيك اللي فيه لا دونتيل، ونسحقوا فقط 75 سنتيمتر، ما نسحقوا ايضا نصف متر من القماش. انا عندي هنا بقايا القماش، بقالي من قماش خيطت به. ناخذوا القياسات التاليه: اولا ناخذ 17 سنتيمتر في الصدر بالنسبه لبنت عمرها 4 سنوات، ناخذ 17 هنايا ونزلوا ب 17، ناخذوا دوران الصدر 20، نديرو ميلان هذايا الكتف، هنا يجي مايل. صالة سهلة جدا، عاودوا تشوفوا الفيديو تاع البارح تفهموا جيدا كيف كيف. هي نفس الفصالة بصح هنا بالنسبة للبنت صغيرة. هنا نقطع لاكاغوغ تاع الصدر، ونزيد نقطع هذا الكتف، ونروح ايفازي. تحبي تدخلي في لاطاي ولا تروحي ايفازي ديراكتومون حتى الاسفل لاطاي اللي تحبي. ندير لاطاي اللي تحبي، هنا درت فقط 75 سنتيم. نقطع الجبة تاعي من الأسفل، ندير هذا نطلع بزوج سنتيمتر، صالة سهلة جدا وما تديش بزاف الوقت. هذه هي الطريقة بالنسبة للكتف. الآن نأخذ القماش اللي بقالي هنا في الأمام، وكيف كيف في الأمام والخلف نهبط بزوج سنتيمتر، لأنه هاد لاغوب جينا هابطة من الصدر. هنا نأخذ البقايا تاع القماش هذوك، نطويهم على اثنين، شوفوا على اثنين ثم على أربعة، باش نجيبو نقطعو أو ميم طون، يعني نقطعو المونش في خطرة واحدة. هنا ندير نهبط بربع صباع، وندير ميلان الكتف، هكذا نرسم بهذه الطريقة، وندير هذا هو الشكل تاع الكتف. درناه البارح، شوفوا فقط في الفيديو هاد. نقطع لامونش، عاودت لكم هنايا كيفاش نحطوها. فوالا، اسهل ما يكون. هذه هي لا فورم تاع لا مونش اللي نسحقوها، وخلاص هذا واش كاين فيها، ما فيها حتى تعقيدات. هنا دوكا نخيط لامونش مع الامام، جهه من الامام وجهه تاع الخلف، شوفوا كيفاش كيما درناهم في الليكات اللي درناها في الفيديو السابق. هكذا نديرو هنا خياطه، ونخيطو كامل الامام والخلف، تحصلوا على هذا الشكل. شوفوا الرقبه شحال جينا واسعه، بصح حنا راح نديروا لها لاستيك تولي تتجمع. لاستيك نجيبوا هذا الجهه الوجه على الوجه، نحطوا الوجه على الوجه بهذه الطريقه. شوفوا السنون هذوك تاع الدونتيل يجوا داخل، لانه راح نقلبوهم بعد ذلك. نديروا كامل الخياط، نركبوا اللاستيك هذاك، نركبوه. الى عندكم لون مخالف احسن، يجي النوار احسن هنايا على لاغوب هذه بلونش. نركبوه كامل في الرقبه. بالنسبه لوحده تعليق حبيت نرد عليه، وحده قالت لي انتي ماشي مانكا، كي لبست البارح كي لبست هذيك لاليكات. نقولها ومن بعد، يعني اللي ماشي مانكا ما يلبسش حوايج ولا كيفاه. نقول لكم واحد التعليقات يجوني مستفزه جدا بالصحة، معليش. المهم التعليقات تاع الناس اللي يحبوني والناس المثقفه اللي موجوده في قناتي. فوالا، هذه هي. ندير كامل الليلاستيك على الرقبه، ونجبد، يعني لازم نجبد باش تجينا رقبه مكمشه.
انتي تخدمي وتجبدي الالاستيك. ان شاء الله تخلو لي في التعليقات الحوايج اللي تحبوا نديروهم في القناه باش نحسنوا من القناه ونطوروها دائما. بعد ما كملت كامل هذيك الخياطه نولي نقلب الالاستيك. شوفوا كيفاش نخيط من الفوق باش يتثبت معنا الالاستيك. فوالا الان راني نخيط من الفوق بعد ما قلبت الالاستيك هنا باش نثبت الخياطه. هذا واش فيها الخياطه تاع ونزيدو ديروا الالاستيك في ديروا ايضا في لي مونش هذوك الصغار. ان شاء الله ما تنسونيش بالدعم واللايك والبارطاج اذا عجبتكم القناه طبعا. هنا نوريكم كيفاش خرج لاستيك بعد ما خيطته من خياطه من الفوق. شوفوا كيفاش يخرج هنايا يثبت كامل. وهنا في لي مونش نزيد ندير بهذه الطريقه ندير لاستيك في لي مونش بنفس الطريقه. يعني ندير الوجه تاع لاستيك على الوجه تاع القماش هكذا ومن بعد ندور هكذا نثبت بنفس الطريقه اللي درت بها الرقبه. ما زلنا متواصلين مع دروس الخياطه. راح نحط دروس واحده اخرى راني حطيت بلاي ليست في القناه دات فيها فقط دروس الخياطه رتبتهم بالنسبه اللي تحب تدخل غير تشوف الدروس راهم مرتبين. ومازال راح ندير ان شاء الله دروس واحده اخرى. فوالا هذه هي. بعد ذلك كيما نكمل كامل لي مونش نروح نخيط من الجوانب. نغلق لاغوب ولا نغلق لاغوب تاعي من الجوانب ندير السيرجي اللي عندها سيرجي. وهذا واش فيها هنا بعد ما غلقتها شوفوا كيفاش يجوا لي مونش. تجي الرقبه مزينه بهذا اللاستيك. نغلق كامل ونوريها لكم واجده. هذه هي النتيجة. شكرا على المتابعة. نتمنى ما تنسونيش باللايك والبارتاج والدعم إذا عجبتكم القناة. شكرا.